نتكلم النهارده على عنوان بوليسكارايد بيزد هايدروجيلز اند ذير ابلكيشنز از دراج ليفري سيستمز ان كانسر سيستمز ان كانسر تريتمنت. معنى هذا الكلام الهلاميات المائيه القائمه على السكرايد وتطبيقاتها كنظم لتوصيل الادويه في علاج السرطان. هلاميات مائيه حاجه كده شبيهه بالجيل، وعشان نقربها لتفكيرنا شويه زي مثلا الريبارين جيل الموجود في الصيدليه، زي الاستروما جيل الموجود في الصيدليه. الحقيقه انه هنا بتستخدم كحاجه علاجيه لتوصيل الادويه للجسم وكعلاج للسرطان. هنقول ازاي هذا الموضوع وايه هي انواع هذه الهلاميات. الحقيقه ان هي الهلام المائي ده هيكل متركب ثلاثيه الابعاد ذات خصائص فيزيائيه وكيميائيه مماثله لحاجه اسمها الاكسترا سيلولار ماتريكس، يعني بيقول المصفوفه من الخارج. ازاي يعني معنى الكلام ده؟ ان بيكون ليها تغيير نوع ماده الهلام المائي والترابط الوزن الجزيئي والسطح الكيميائي والوظيفه عشان تعمل محاكاه للخصائص الميكانيكيه للانسجه الطبيعيه. تستخدم الهلام المائي حاليا في المجالات الطبيه الحيويه والصيدلانيه لانظمه توصيل للادويه وضمادات القوه وهندسه الانسجه والعدسات اللاصقه. وفي الاونه الاخيره ركزت الابحاث على الهلام المائي من مصادر طبيعيه ولفتت السكريات المتعدده الانتباه في السنوات الاخيره باعتبارها ماده واعده للتطبيقات البيولوجيه نظرا لتوافقها الحيوي وقابليتها للتحلل البيولوجي وعدم سميتها وخصائصها الميكانيكيه الممتازه. ويمكن استخدام الهلام المائي القام على السكريات المتعدده كانظمه لتوصيل الادويه للاطلاق الفعال لانواع مختلفه من علاجات السرطان، تعزيز الفاعليه العلاجيه، تقليل الاثار الجانبيه المحتمله. وبتلخص هذه المراجعه تصنيف الهلام المائي وخصائصه وطرق تصنيعه. علاوه على ذلك فانه يغطي ايضا العديد من السكريات الطبيعيه زي اللي هي مستخدمه على نطاق واسع في الهلام المائي لتوصيل الادويه، وعلى وجه الخصوص تطبيقاتها في علاج السرطان. في بعض الاسماء لهذه النوع الانواع من الهلاميات المائيه زي الشيتوزان او بتتنطق احيانا الكيتوزان على حسب اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، والالجينات او حامض الالجينيك وحامض الهيالورونيك والكارجينان والسيلولوز. طيب يعني هي الهلاميات دي زي ما قلنا شبيهه كده بحاجه زي الجل، زي ما بناخد مثلا حته صبار ونقطعها ونشر منها كده الجل بتاعها، يعني هي شبيهه بكده كمصادر طبيعيه. دي كانت خلاصه عن الموضوع وبعض المميزات عن الهلاميات، وهنبقى ننشر رسمه بتلخص هذا الموضوع وبتوضح عمله. نتكلم المره الجايه عن مقدمه عن هذا الموضوع. مع السلامه.